كوكو، السلام البنات. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. فاليوم ان شاء الله غادي نخرج باش ندير لي كورس ديال المهم العيد ميلاد ديال ليليا. نورمالمون بقى ليه تقريبا واحد نقولوا سيمانه، وعلى اي حال ما بغاش عارف انه بقى ليه سيمانه، ولانني كندير لا تحضيرات لا حتى شي حاجه. بغينا نديروها شويه سوربريز، تكون يعني نفاجئوها واحد شويه. وهادشي علاش قلت غادي نخرج نبدا ندير لي كورس الاولى بشويه بشويه باش ما تردش البال. واللي بغيت نقول لكم هو انه هاد المره هذه قررت انني ما نديرش ليها العيد ميلاد في الدار. راكم عارفين دوزات وقت وحنا كاملين دوزنا وقت اللي حنايا محبوسين فيه في الدار مع هذا الكونفينمون مع هذا الشيء كامل اللي وقع. ف قلت علاش لا، ماشي احسن انه هذه المره ندير ليها العيد ميلاد ديالها ماشي في الدار، غادي نديروا ليها لتحت في لا سال دو سوسياليزاسيون لتحت. ف دونك ديكو غادي يكون عندي بزاف ديال الحوايج ما نشري وبزاف ديال الحوايج ما نقضي، كذلك منهم لو تريتور. غادي خصني ندير لا ريزيرفاسيون ديال البوفي ديال لي شيز ديال شنو اخر لي تي بلاطو. المهم داكشي اللي غادي نحتاجو في لا بسيت ديكوراسيون ديال هاد لانيماسيون ديال العيد ميلاد ديالها. على اي حال اليوم انا قررت نخرج ندوز الالفا 55 نشوف شنو هما الحوايج اللي غادي نقدر نلقى وشنو هما الحوايج اللي غادي نقدر نشري. المهم نحيد عليا غير بشويه بشويه. والبنات والله الا ما تديوش على اظفاري، راه كنت باغا نصاوبهم البارح ما عجزت نصاوبهم. فاش غنخرج غنحاول ندوز للصالون الا بقى لي الوقت. بتوت فاصون خصني ندير لي بيلاسيون ان شاء الله، وغادي نحاول ندوز الا بقى لي الوقت كيف ما قلت لكم نعاود اظفاري. دونك المهم غندوز الالفا 55 غادي نشوف شنو غادي نقدر نشري في داكشي ديال لي بالون ديال الكيسان وداك التخربيق. المهم راكم عارفين داك الهتوف ديال العيد ميلاد. وكذلك غادي ندوز نشوف لا ريزيرفاسيون ديال البوفي من عند التريتور، وعلاش لا غادي نبارطاجي معكم كذلك الرقم ديالو هنايا والاسم ديالو بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على دي زادريس ودي جون ريزونابل وسميتو. غادي نصيفطكم عند هذا السيد هذا ان شاء الله. وكذلك في هذا الفيديو هذا غادي نشوف الى لقيت دي بتي تروك دي بتي كادو. ديجا حنايا راه باقي اسبوع على العيد ميلاد، ولكن اليوم غادي نخرج ندير ام تي تو ونشوف شنو غادي نقدر ناخذ. وكنقول لكم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. وكذلك تنقول لكم الى كنت اول مره كتشوفوا فيديو من الفيديوهات ديالي فما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه، وكذلك لايك لا فيديو ديال اليوم وشير مع صحابك وصحاباتك. المهم نمشي وخليكم معايا. Because
eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. No, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in oceans blue. Baby, come on, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in the space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 You take away my breath now, boy. Don't you dare steal my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Closer now, to some place where there ain't no crowd. So I wanna get to know you right here and now. I got trapped in your touch the moment you took my hand. Led me all the way to the ocean sand. You told me don't worry as the moonlight led. I pulled you in close, so whispered I'm not scared. I'm losing control of the lights in the space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, the fire away, away. But I'm ici au passage j'ai rencontré Instant Chou qui se trouve sur InfaPlay. Voilà, franchement c'est génial, des articles handmade, donc ils sont super magnifiques. J'en ai profité pour acheter un truc et la nana elle était super sympathique, elle m'a offert l'emballage. Donc du coup voilà, pour un cadeau anniversaire, un petit truc personnalisé, n'hésitez vraiment pas à faire un petit tour. Donc voilà, j'ai profité en même temps pour vous filmer histoire de vous mettre au courant de son existence. Je pense qu'ils sont nouveaux. Et puis voilà, voilà. J'espère que vous allez passer. Voici mon petit truc et mon petit emballage cadeau qui a été offert. Donc, je vais vous montrer une fois arrivé à la maison ce qu'on a mis là-dedans.
N'hésitez pas à passer et à faire un tour, franchement. Des trucs sympathiques et des prix également sympathiques. N'hésitez vraiment pas. We'll be right back.
تنشوف وكاينين بحال هادو البنات هابي بيرثدي دايره 145 درهم قلت منها البنات سكينه شميعه كاينين بزاف ديال الشميعات ديال هابي بيرثدي مي هادي صراحه زوينه بزاف وحتى لو بارفان ديالها زوين بزاف بالنسبه للتوسكي طاب لي اوتر اكسسوار راه انا جيت عند مسيو جمال العالمي ها هو راه عندكم هنايا لو كونتاكت ديالو ها هو هنا العارفي مومو وين الحفلات دونك ها هو الكونتاكت انا قربتو ليكم بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوا اون كابتور ديكرون فرانشمون لو مسيو اي لي سيمباتيك تري تري ريزونابل راه يعني كيتعامل مع الناس وكيعرف يتعامل مع الناس و الى دي بري تري اغريابل بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على فوالا اون ادريس اللي هي قريبه لدار بوعزه جو بارل سيرتو الناس اللي كيسكنوا في دار بوعزه وكيقلبوا على دي ادريس بلوز او موان قرابين فدونك ها هو النمره ديال التليفون الا احتاجيتو شي حاجه مرحبا بكم انا هنا غادي ناخذ ان شاء الله لا كوموند ديال الطابله بوفي بوفي و فوالا لي شيز اي تو سكي فا افيك دونك ناخذو من هاد السيد هذا وانا نخلي لكم لو كونتاكت هنا نيزيتي با اي في دي بري سيمباتيك دونك نيزيتي با باسي شي لوي المهم البنات انا راه يلاه وصلت للدار وداكشي اللي معوله نشري وشاريه وسميتو اكيد غادي فرتكم من دابا نو 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 و توشي اريان و توشي اريان دونك غادي نحاول ما امكن نحيد لهم هادشي البنات باش ما يشوفوهمش هادو غنحيدهم ليليا راه كتقلب
سيكان مهم غادي نحيد هادشي كامل فؤاد رخدا ديجا ديالو با نو tu dois attendre tu dois être un petit peu patient ah Omar toi tu as pris déjà ce que je t'ai acheté il reste plus que 14 jours tu veux pas attendre tu veux pas attendre attendre un peu pour l'anniversaire non non tu veux le prendre maintenant ah ouais c'est vrai mon anniversaire il reste plus que tu veux le prendre maintenant ou attendre. Maman, est-ce que tu sais moi je pense que t'avais pas pensé à nous. Maman, tu mais sais bien sûr le que samedi, j'ai pensé dimanche, à toi. Quand il va te rentrer à la maison et quand il va te revenir le lundi, jusqu'au oui. Dimanche, c'est mon anniversaire. Oui, ton anniversaire c'est le dimanche. Oui, mais les bnat hado ra akid gaylabou bihom ghir daba. المهم على اي حال غادي نضطر نشري لعاب اخرى بالنسبه للكادويات ديال العيد ميلاد و فؤاد كذلك راه وحال الكاميون ديالو راه حلو وسهلا في موا فا في فوا المهم فؤاد راه حل ديالو المهم هذا مكان البنات انا غادي نمشي نحط هذا الشيء ونقاد اللي غادي نقاد المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو على اي حال الفيديو ديال يوم البنات انا وريتكم فيه غير لا بروميير بارتي ديال لي كورس اللي درت وخليكم معايا المهم البنات كيف ما قلت لكم انا راه يلاه رجعت وراكم شفتوا عمر وفؤاد راهم خداو داك لي بيتي لي بروميير كادو اللي خديت معليش دونك اكيد هادوك غادي يتفتحوا دابا راهم ديجا تفتحوا وغادي يلعبوا بهم وغادي نضطر نشري حويجات اخرى من بعد اللي بغيت نقول لكم البنات هو انني راه خديت شي حاجات من عند ال سي واي كيكي وكذلك الفا 55 وشنو اخر وخديت شي حويجات من مينيسو اللي ما وريتكمش البنات هما الحويجات اللي خديت من ال سي واي كيكي صراحه نسيت حيت غير كنت دايزه ما كنتش معوله وبان ليا واحد لو شورت مع واحد لو ديباردور اللي عجبوني فخديتهم سيرتو كو دابا شويه الجو سخون المهم انا غنوريهم لكم خليكم معايا غنوريهم لكم دابا البنات نقاد لكم هكا دونك البنات دزت الانفا بليس ولقيت هذا صراحه كان زوين فخديته هاد لو شورت هذا زوين عجبني انا كيعجبوني بحال هاد لي ستيل هذا في الصيف دونك خديته وخديت معاه البنات خديت معاه لو او ديالو هذا حتى هو في ايتي سبور زويون ف المهم سي اون كولور دي تي فهادو هما اللي خديت اليوم البنات و حيده ليا هذه بعدا تقجيت وخديت حتى البنات هذا حتى هو هاد لو بيتي ديباردور نوريه لكم ها هو هكذا راه هو كيجي غير نص هذا كيتلبس غير نص صراحه زويون بزاف فاش شفتو عجبني وخديته المهم هادو ما كنتش معوله عليهم وراني خديتهم كانوا قدامي وخديتهم شنو حاجه اخرى البنات هو انه مالوغوزمون دزت للصالون ونسيت ما صوبتش دفاري درت لي بيلاسيون ديال لي زيسيل وديال المايو ولكن كان ما بقاش قدامي الوقت باش نصاوب يديا فما صاوبتهمش وكذلك اليوم كان خصني نرجع واحد لا غوب واحد لو بيتي او اللي كنت شريتهم المره الفايته و مالوغوزمون اليوم خرجت مزروبه قبيله خرجت مزروبه ونسيتهم في الدار ما هزيتهمش معايا غنوريهم لكم والله الا بقى فيا الحال كنت باغا نديهم نرجعهم من المغازا لان عندي شهر ديال لو روشونج ونسيت ما ديتهمش معايا المهم نوريهم لكم دونك البنات هادو كنت خديتهم من ليفتيس
هذا المغازين كاين في لا مارينا بالحق ما جاوش قديم مالوغوزمون ما جاتش لا بون طاي هما زوينين مي ما جاتش لا بون طاي فدونك خليتهم هنا كنت باغا صراحه نديهم معايا حتى هذا كيجي ميني كيجي نص غنبدل غير لا طاي غنبدل غير لا طاي هذا المشكل يا ربي المشكل ماشي في لا طاي المشكل في لو بوتون هاد الفوقاني ما كيتسدش عنده هادي ديالو واسعه بزاف دونك ديكو فاش كتسديها كتحل كتسديها كتحل اما لا طاي اي لي بون حتى هو كيجي بحال هكا كيجي نص شويه بالنسبه للصيف كيجي زويون كنت باغا نبدلو على ودي داك لو بوتون مي نسيت المهم نخليهم هنايا قدامي باش ان شاء الله غدا ملي نخرج نكوموندي ندير لا ريزيرفاسيون ديال الكاطو ان شاء الله الا كان عندي الوقت نرجعو معايا ديما مالوغوزمون نسيتو وهاد لا روب هادي كذلك اللي خديتها مي صراحة ماشي لا بون طاي ماشي مشكل صراحة ماشي ديال لا طاي مي ماشي لو بون روندو لا كولور فينالمون هادي لا كولور ديالها زوينة ولكن ما عرفتش انا ما جاتش معايا انا فاش لبستها صراحة ما جاتش معايا دونك غادي نرجعها هادو غنخليهم قدامي هنا البنات باش ما نساهمش هادو سي لا بون طاي دونك مازال ما قيستهمش الصراحه مي تنظن كو سي لا بون طاي كيف ما وريتكم قبيله في لو ماغازان فينالمون خديت هادو كنظن 69 درهم ولا ما عرف شنو ما بقيتش عاقله هادو كذلك خديت لي صغر منهم حتى هما 69 درهم خديت هاد لي بالون غونفلا بحال هكايا هادشي كلشي من الفا 55 كنظن هادو 59 درهم و خديت لي باكي ديال المعالق والفراشات خديت جوج 29 درهم 29 درهم وخديت لو بالون ديال 9 سنين هذا البنات تقريبا وقيلة ب 89 درهم انا غنشوف نتاكد من الثمن البنات سودو 70 درهم البنات وخديت البنات داك لو كاميون لو كاميون اللي خدا عمر اللي خدا فؤاد يا ربي اللي خدا فؤاد اللي راه ديجا حلو راه كيلعب به خديت لو كاميون ب 149 درهم باني روز اوكي وخديت البنات هاد الكيسان هادو ديال لي موخيتوس ديال المشروبات الصيفيه فخديت ربعه خديت واحد العمر واحد الفؤاد واحد ليا غوج واحد ليليا في لورانج زوينين صراحه في الفا 55 ديال المشروبات البارده وقلت علاش لا ما غاديش ناخذهم والبنات راه كيف ما قلت لكم كذلك درت لا ريزيرفاسيون ديال لو بوفي الحمد لله تهنيت من لو بوفي وبالنسبه لو ماغازان مينيسو ف ها شنو خديت منو البنات هاد الساك اللي زوين زوين بزاف عجبني صراحه حمقني فخديته ليليا راه مازال ما شفتوش خديته ليها اون تي كادو هذا غير سي لي برومي كادو مازال ما الا با انكور كو سي فري كادو سي فري كادو دونك خديت هذا البنات ليليا كنظن كان بشي 199 درهم ما بقيتش عاقله بالضبط والله ما بقيت عاقله وخديت كذلك هذا البنات امتي ساك اللي تقدر تلصقو في المحفظه تقدر تلصقو بحال بورتموني زويون بزاف صراحه بحال بسي بورتموني دونك فوالا خديتو ليها حتى هو في نفس لا كولور باش يتماشى معاهم
وخديت ليها البنات لياطي هذا ديال التليفون، خديته ديال لابيسين ديال التليفون، لا بروتيكسيون ديال الماء، هذا خديته ليا انا. والله ما بقيت عاقله بشحال خديته، المهم كنظن هذا البنات كانوا دايرين فيه شي بروموسيون 59 درهم. صراحه زوين بزاف بوغ لا بروتيكسيون ديال اللي لا بغيتي تمشي للبحر ولا لابيسين، يعني تليفونك واخا يطيح ولا شي حاجه في الماء كتهناي. كان عندي وما عرفتش فين درته فعاودت خديته، وخديت ليها البنات هادو، خديت ليها البنات هذا لوف، وخديت ليها كذلك هذا، هاد الشكل زوين بزاف عجبوني بزاف فخديت ليها هادو. وشنو اخر؟ و لو ماغازان داك لو ستاند بلوتو ماجيك ديال الفتوش اللي وريت لكم قبيله، خديت منو البنات هاد لو بتي باكي. هذا الصراحه الى ايتي اوفير لو باكاجين الى ايتي اوفير، وهذا انا شريته كذلك ليليا فما غاديش تشوفهم حتى لا ديغنييغ مينوت. فرانشمون ايلي تري اوريجينال في على ما، فخديت ليها هذا براسلي زويون اوريجينال عجبني انا صراحه عجبني فخديته ليها. و لو باكي ايلي سوبر بيان بارفومي، والله البنات جو سوي ديغوتي انني ما صاوبتش دفاري اليوم. مهم ما جافي با لو طون سي با غراف، بعد المرات كنسمحوا في راسنا باش نديروا حويجات اخرى، بعد المرات كنسمحوا في حقنا كيف ما تنقولوا. اليوم كنت عارفه ما غيبقاش ليا بزاف ديال الوقت، لانه راكم عارفين نص نهار غير ديال الدوره، نفلي ماغازان شري هادي شري هادي شوف هادي شوف هادي، وسيرتو القضيه ديال التريتور كي خصك تسول هنا وتسول هنا. heureusement j'ai trouvé une super bonne adresse وراني وريتها لكم. والمهم كنتمنى بالنسبه للناس اللي كيشيرش دي بون بلان سور كازا دي بون ادريس سور كازا، علاش لا يدوزوا عند لادريس اللي حطيت لكم. وهذا مكان دونك كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. هذه غير جزء اول من تحضيرات، وان شاء الله الفيديو ديال العيد ميلاد ديال ليليا غادي يكون على 3 ديال الاجزاء. هذا الاول اللي التحضيرات البسيطه، وان شاء الله غادي ندير لكم الجزء الثاني ديال التحضيرات ديال الماكله والى اخره، وعاد ان شاء الله الجزء الاخر اللي غادي نبارطاجي معكم فيه لا بتيت فات وكيفاش غادي ندوزوها. وكنقول لكم ما تنساونيش كيف العاده من اللايكات ديالكم، كذلك التعليق الزوينه اللي كتوصلني من عندكم، وعلاش لا من سبسكرايب للقناه. فما تنساوش البنات الي 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 اون في ابوني اون سابون على لاشين اون نيزيت بلو اون سابون على لاشين، كما يوصلنا دائما الجديد، ونكتيفيو لا بتيت كلوش باش دائما يوصلنا الجديد. وتنقول لكم تنبغيكم بزاف بزاف، وبكم لاشين ديالنا غادي وكتكبر. وفوالا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وما تنساونيش من التعليق ديالكم وكذلك ارائكم.